بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الإذن بالجنازة، يعني الإخبار بالجنازة. وقال أبو رافع رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتم آذنتموني مات رجل فدفن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتم آذنتموني، أي أخبرتموني. فالإخبار بموت الميت لا بأس. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، أي في أيام مرضه، فمات بالليل، مات ذلك الرجل بالليل، فدفنوه ليلا. الصحابة رضي الله عنهم غسلوه وكفنوه ودفنوه ليلا، ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني، يعني لماذا ما أخبرتموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكان الظلمة أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى القبر وصلى عليه. صلاة الجنازة على القبر لا بأس، أما الصلاة ذات الركوع والسجود فلا تصح في المقبرة، إنما صلاة الجنازة تصح. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر ذلك الرجل فصلى عليه، استقبل القبلة وكبر أربع تكبيرات صلاة الجنازة. فإذا مات قريب ولم تحضره فيجوز أن تذهب إلى القبر وتصلي صلاة الجنازة على القبر. باب فضل من مات له ولد فاحتسب، أي صبر واحتسب الأجر من الله جل وعلا. وقول الله عز وجل: وبشر الصابرين. الله تبارك وتعالى قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن ملك لله وإليه راجعون. وصبر واحتسب. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث، يعني ماتوا قبل أن يبلغ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. المسلم الموحد إذا مات له ثلاثة من الولد قبل أن يبلغ، الله تبارك وتعالى يدخله الجنة برحمته، لأنه صبر واحتسب. حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما، يعني تعلمنا. فوعظهن وقال: أيما امرأة
مات لها 3 من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان. المرأة المسلمة الموحدة إذا مات لها 3 من الولد، الله تبارك وتعالى يعيذها من النار. المؤمن يصبر ويحتسب، فلا يضرب خده ولا يشق جيبه ولا يضغب بالويل والثبور، بل يصبر ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي نحن ملك لله وإليه راجعون، وصبر واحتسب. وقال شريك عن ابن الأصبهاني: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو هريرة: لم يبلغ الحنثى، أي لم يبلغ، ماتوا قبل البلوغ، ماتوا وهم صغار. حدثنا علي، حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم 3 من الولد فيلج النار، أي فيدخل النار، إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: قوله إلا تحلة القسم يعني قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي ما منكم من أحد إلا ويمر على ظهر جهنم. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري، يأمرها بالصبر. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا ثابت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: اتق الله واصبري. والمرأة ممنوعة من الإتيان عند القبر، وعليها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله جل جلاله. باب غسل الميت ووضوئه، ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابناً لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. تغسيل الميت يتوضأ منه، وأما إذا لم يغسله فلا يلزمه الوضوء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً. الحمد لله، المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً. وقال سعد رضي الله عنه: لو كان نجساً ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. الحمد لله، اللهم ثبتنا على الإيمان. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته رضي الله عنها، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. السدر معروف، ورق السدر يوضع في الماء فيحصل له رغوة كالصابون. واجعلن في الآخرة، أي في الغسلة الآخرة، كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن من الغسل من الاغتسال من غسلها فآذنني، أي أخبرنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، أي إزاره، فقال: أشعرنها إياه، أي اجعلنا هذا الإزار
مباشرًا لجسدها، تعني إزاره صلى الله عليه وسلم. باب ما يستحب أن يغسل وترًا، أي ثلاث أو خمس أو سبع. حدثنا محمد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهن محتجبات، ونحن نغسل ابنته أي زينب رضي الله عنها، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني، أي أخبرنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه أي إزاره، فقال: أشعرنها إياه، أي اجعلنه ملاصقا لجسدها. فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة رضي الله عنها: اغسلنها وترا، وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكان فيه أنه قال: ابدأنا بميامنها، بالجنب الأيمن قبل الأيسر، ومواضع الوضوء منها. وكان فيه أن أم عطية رضي الله عنها قالت: ومشطناها ثلاثة قرون، أي مشطنا شعر رأسها ثلاثة قرون، قرن عن اليمين، وقرن عن الشمال، وقرن في الوسط. باب يبدأ بميامن الميت، أي بالجانب الأيمن. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها: ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ حدثنا عبد الرحمن بن حماد، أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أي زينب رضي الله عنها، فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقه إزاره وقال: أشعرنها إياه. إزار النبي صلى الله عليه وسلم ناوله لهن لكي يجعلنه ملاصقا لبشرتها رضي الله عنها. باب يجعل الكافور في الأخيرة، في الغسلة الأخيرة يوضع الكافور، وهو شيء معروف. حدثنا حامد بن عمر، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه أي إزاره، فقال: أشعرنها إياه، أي جعلنه مباشرا لجسدها. فعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنهما بنحوه.
وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني شعر الرأس. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين رحمه الله لا بأس أن ينقض شعر المرأة، يعني عند الغسل. حدثنا أحمد حدثنا عبد الله ابن وهب أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأسها رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه أي نقضن الشعر ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن رحمه الله الخرقة الخامسة، يعني في كفن المرأة الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع، يعني للمرأة خرقة خامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا أحمد تحت حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا أي النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه أي مات قبل وصولها، فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه أي إزارة فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته، وهي زينب رضي الله عنها، وزعم أن الإشعار ألففنها فيه، أشعرنها إياه أي ألففنها في هذا الإزار. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر، يعني تلف في الإزار في الكفر. باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها، الناصية أي مقدمة الرأس وقرنيها أي الجانبين. باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه وألقى إلينا حقوه أي إزارة فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها، أن يلقى الشعر خلف. باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام العروة
عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف أي من قصن من قطن ليس فيهن قميص ولا عمام. كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب. باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المحرم إذا مات في حالة الإحرام يغسل بماء وسدر ويكفن في الإزار والرداء ولا يجعل فيه حنوط لأنه محرم والحنوط والطيب من محظورات الإحرام ولا يحنط ولا يغطى رأسه فإنه على الإحرام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. قال والوقص كسر العنق وقع من راحلته فانكسر عنقه فمات رضي الله عنه. باب الحنوط للميت يعني غير المحرم. حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين يعني في الإزار والرداء ولا تحنطوه لأنه محرم ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه فإنه محرم فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره يعني طرحه البعير وانكسر عنقه ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين يعني الإزار والرداء ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. المحرم لا يغطى رأسه ولا يجعل فيه طيب لأن الطيب من محظورات الإحرام. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقصعته فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين أي الإزار والرداء ولا تحنطوه أي لا تجعلوا الحنوط والطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا. فإذا مات المحرم يغسل بماء وسدر ويكفن في الإزار والرداء ولا يحنط ولا يطيب ولا يغطى رأسه. باب الكفن في القميص الذي يكف أي يخيط أو لا يكف ومن كفن بغير قميص.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين قاتله الله، توفي، جاء ابنه وكان ابنه من صالح المؤمنين، جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال: آذني، أي أخبرني أصلي عليه. فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. المنافق والمشرك لا يصلى عليه لأنه كافر، وأما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنه القميص. ورد في بعض الآثار أن عبد الله بن أبي كسى العباس قميصا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ذلك القميص حتى لا يبقى له يد عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينفعه قميص الرسول لأنه مشرك، لأنه منافق والعياذ بالله. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، وإنما فعل ذلك إكراما لابنه، فابنه من الصالحين وهو لا ينفعه ريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا قميصه. باب الكفن بغير قميص. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب: سحول، كرسف، أي قطن ليس فيها قميص ولا عمام. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام حدثني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمام صلى الله عليه وسلم. باب الكفن بلا عمام. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن من جميع المال، يعني إذا مات الميت يكفن من ماله. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة أن يكفن الميت من ماله، وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال أي من مال الميت، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين، يبدأ بالكفن الميت ثم بسداد دينه ثم بالوصية، وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن، يعني يعطى من يحفر الكفر من يحفر القبر أو يغسل الميت يعطى أجرته من مال الميت. حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبيه قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه، جاء له بالطعام فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه
وكان خيرا مني، ولم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، يعني رداء. وقتل حمزة رضي الله عنه أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، أي كساء. لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. باب: إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أُتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، كفن في بردة، أي كساء، إن غطي رأسه بدت رجلاه، يعني كساء ضيق صغير، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال: وقتل حمزة رضي الله عنه وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام رضي الله تعالى عنه. فعلينا أن نشكر الله ونكثر من طاعته. باب: إذا لم يوجد إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه، غطى رأسه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق، حدثنا خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، يعني ما تنعم، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، ومنا من أينعت له ثمرته، يعني تنعم فهو يهدبها أي يقطفها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه، أي مصعب بن عمير رضي الله عنه، إلا بردة، كساء، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، يعني قصير، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر نبت له رائحة طيبة. باب: من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، يعني استعد بالكفن وقال: هذا كفني، وأخبر بذلك أهله. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، يعني كساء فيها حاشيتها أي طرفها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة، يعني التي يلتحف بها. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي، أي صنعت هذا بيدي، فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، أي لبسها، فحسنها فلان، يعني رجل، فقال: أكسنيها ما أحسنها، أعطنيها يا رسول الله. قال القوم: ما أحسن، كيف تطلب هذا؟ لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد؟ قال: إني والله ما سألته لألبسها، يعني الآن، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. فيجوز أن يستعد الرجل لكفنه ويعلم أهله.
والله تعالى قد وضع البركة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما التكفل التبرك بغير النبي فلا يجوز. باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. النساء منهيات عن اتباع الجنائز، لا تتبع المرأة الجنازة. باب إحداد المرأة على غير زوجها. الإحداد وترك الزينة. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة أي طيب فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أي نترك الزينة أكثر من ثلاث إلا على زوج. إذا مات لها ميت يجوز أن تترك الزينة ثلاثة أيام لا تزيد، إلا الزوج وأربعة أشهر وعشرة. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب بن موسى قال: أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما قالت: لما جاء نعي أبي سفيان أي خبر موته رضي الله عنه من الشام، دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة أي طيب في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها أي جانبي وجهها وذراعيها وقالت: إني كنت عن هذا لغنية أي لا حاجة لي في الطيب، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أي تترك الزينة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. ومن مات لها ميت تترك الزينة ثلاثة أيام إن شاءت ولا تزيد على ذلك، إلا الزوج وأربعة أشهر وعشرة. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد أي تترك الزينة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد أي تترك الزينة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. باب زيارة القبور يعني بدون شد رحل. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني أي اذهب عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، ليس عند بابه بواب صلى الله عليه وسلم، فقالت:
لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عندما تواجهك المصيبة. قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما بعدما تضرب خدك وتشق ثوبك تقول أنا صابر، هذا ليس بشيء. فالصبر عند الصدمة الأولى، أي عند مواجهة المصيبة. اللهم عافنا واعف عنا يا رب العالمين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. إذا كان الميت لم يبين لأهله أن النياحة حرام وسكت ولم يبين الواجب ثم ناح عليه أهله، يعذب لأنه لم ينههم عن النياحة. وأما إذا كان قد بين لهم ونهاهم فلا تزر وازرة وزر أخرى. فعلى المسلم أن يعلم أهله بما يجب، فالنياحة رفع الصوت بالبكاء وندب الميت محرم لا يجوز، فعلم أهلك بذلك. قال: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، يعني إذا كان لم ينههم ولم يعلمهم، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله عز وجل أمرنا أن نحذر أهلنا من النار، أن نحذر ونحذر أهلنا من النار ويمنعهم عن المعاصي والآثام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا لم يكن من سنته، إذا لم تكن النياحة من عادته ولا وكان قد نهى أهله عن ذلك، فهو كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كان قد علمهم بأن النياحة حرام فلا يعذب بذلك لأنه قد أدى ما يجب. وأما إذا كان لم ينههم ولم يعلمهم فإنه يعذب بسبب تقصيره في نهيهم. وهو كقوله: وإن تدع مثقلة، أي ذنوبا، أي محملة ذنوبا، وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى محلها إلى حملها لا يحمل منه شيء. المذنب ما أحد يحمل عنه ذنبه، وما يرخص من البكاء من غير نوح. البكاء بدمع العين رخصة ولا حرج. وأما النياحة رفع الصوت للبكاء وندب الميت هذا محرم لأنه يشعر بكراهة القدر، والواجب الصبر والإيمان بالقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. ابني آدم الذي قتل أحدهما أخاه، فكل مقتول ظلما يكون على ذلك نصيب من ذلك الوزر لأنه أول من سن القتل ظلما. حدثنا عبدان ومحمد قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال: حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لنا إن ابنا لي قبض، أي مات، فأتنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه مرة أخرى تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال
رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع أي تضطرب. قال: حسبته أنه قال كأنها شن أي قربة، ففاضت عيناه أي بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، ما هذا؟ أي ما هذا البكاء؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء بدمع العين معفو عنه، وأما النياحة رفع الصوت بالبكاء هذا هو المحرم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح بن سليمان عن بلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان صلى الله عليه وسلم، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ أي لم يجامع أهله الليلة. قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليك قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما ثم جاء آخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ يعني النياحة، النساء كنا يرفعن أصواتهن، ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. يعني إذا كان لم ينههم ولم يعلمهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء، اسم مكان، إذا هو بركب تحت ظل سمرة شجرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب رضي الله عنه، فأخبرته، فقال: أدعه لي. فرجعت إلى صهيب رضي الله عنه فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين رضي الله عنه. فلما أصيب عمر، أي لما طعنه المجوسي والعياذ بالله، عمر يصلي بالناس صلاة الفجر فطعنه المجوسي، فإذا صهيب، فلما أصيب عمر رضي الله عنه دخل صهيب يبكي رضي الله عنه يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، يعني إذا كان برفع الصوت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه. عائشة أم المؤمنين ما سمعت هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك أنكرت، ولكن الرسول قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إذا كان لم ينهاهم ولم يعلمهم. قالت عائشة أم المؤمنين: والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ما سمعت النبي، ولذلك أنكرت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن،
أن يكفيكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. على كل حال، إذا كان الرجل لم يعلم أهله يعذب بذنبه، وأما إذا كان قد علم أهله وعصوه فلا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي أهلها عليها، فقال: إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. على كل حال، الكافر يعذب في قبره. حدثنا إسماعيل بن خليل، حدثنا علي بن مسر، حدثنا ابن إسحاق أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب رضي الله عنه يقول: وأخاه. فقال عمر رضي الله عنه: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ فلا ينبغي رفع الصوت بالبكاء وندب الميت، وأما البكاء بدمع العين يعفى عنه. باب ما يكره من النياحة على الميت. يحرم النياحة محرمة، وهو رفع الصوت بالبكاء وندب الميت. وقال عمر رضي الله عنه: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع التراب على الرأس، يعني إذا لم تطرح التراب على الرأس. واللقلقة الصوت، يعني إذا كان البكاء بدمع العين بدون رفع الصوت وبدون إلقاء التراب على الرأس يعفى عنه. وأما رمي التراب على الرأس ورفع الصوت هذا هو النياحة وهو محرم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. أن إذا كان لم يعلم أهله بأن النياحة حرام. ولا يجوز لأحد أن يقول قال رسول الله حتى يكون متأكدا من ثبوت ذلك. حدثنا عبدان قال: أخبرنا أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة، وقال آدم عن شعبة: الميت يعذب ببكاء الحي عليه. باب. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي يوم أحد، والد جابر رضي الله تعالى عنه قتل يوم أحد، جيء بأبي عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه، جيء بأبي يوم أحد قد مثل به الكفار، قطعوا أنفه وأذنه ونحو ذلك حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سجي ثوبا أي غطي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم فرفع، أي والد جابر، فسمع صوت صائحة فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمر، أخت عمر. قال: فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة عليهم السلام تظله بأجنحتها حتى رفع. الملائكة عليهم السلام تظلل على عبد الله ابن حرام حتى رفع رضي الله تعالى عنه، قتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه. باب: ليس منا من شق الجيوب، أنا عند المصيبة، والجيب هو مدخل الرأس من الثوب. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كل هذا محرم، أن تضرم خدك عند المصيبة، أو تشق قميصك عند المصيبة، أو تقول: يا ويلاه يا ثبوراه، كل هذا محرم. فالواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة رضي الله عنه. قال الحافظ: الرثاء، الرثاء بكسر الراء وبالمثلثة بعدها، مدة مدح الميت. الرثاء مدح الميت. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي بالثلثين؟ قال: لا. فقلت: بالشطر النصف؟ قال: لا. ثم قال: الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس، أي يسألون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في امرأتك، أي حتى ما تجعل في فم زوجتك، الله يثيبك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني في مكة، لأن المهاجر إذا مات في البلد التي هاجر منها ينقص أجره. فقال سعد: إنه خاف أن يموت بمكة وهو من المهاجرين. أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفع، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، أي كمل لهم هجرتهم ولا تردهم على أقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أن يمدحه ويخبر أنه مات بمكة رضي الله عنه.